この子みたいな女の子のことかな。クリスタ？そう、ヒストリアもクリスタが好きでしょ。الفصل 122 من أهم الفصول في مانجا هجوم العمالقة، والذي يكشف لنا ماضي المؤسسة يوميرفريد. هذا الماضي الذي بدأ بالعبودية وسينتهي بالحرية. من ناحية أخرى، فهذا الفصل لطالما طرح العديد والعديد من النقاشات حول ما الذي يعني عقد شيطان القصة مع يوميرفريد. قد تم ذكر هذا في الفصل 86 على لسان والد غريش، الذي يقول أنه قبل 1820 سنة المؤسسة يومير عقدت اتفاقا مع شيطان الأرض، وبالمقابل استلمت قوة هائلة. لكن هل فعلا هذه الرواية حقيقية؟ بعد فصلين وتحديدا في الفصل 86 يجيبنا كروغر البوما على هذا التساؤل، حيث قال أن يومير كانت تسميها حكومة مارلي خادمة الشيطان. أما بالنسبة لشعب إلديا كانت تعتبر معجزة ساهمت في حرث الحقول وبناء السدود كما شاهدنا في الموسم الرابع، بينما اعتبرها الآخرون فتاة لامست مصدر الحياة العضوية. يقول كروغر بأنه في هذا العالم لا وجود لحقيقة مطلقة، فبإمكان أي شخص أن يكون شيطانا أو حاكما، وما يتطلبه الأمر هو فقط عدد كافي من المؤمنين بذلك لتصبح هذه حقيقة مطلقة. وربما هذا الأمر ما حصل مع المتابع الذي يشاهد القصة، فلمجرد قول بعض الناس بأن هذا هو إيرين ويومير الجميع سيصدق ذلك. في ذكريات غريشا رأينا كيف تناقلت العوائل في مارلي، هذا الكتاب الذي يظهر هذه الصورة والذي يتضمن الموضوعات التي تدج في عقول الأطفال الأبرياء عن كون يومير تعاقدت مع شيطان قبل 2000 سنة. هذه الصورة قد تكون موازاة للفصل 122 حينما قال الملك كارل فريد، أو ما نطلق عليه لقب الملك الخنزير، أن الجائزة التي ستحصل عليها يومير لإنجازاتها العظيمة في الحرب هو جعلها تحمل نسله، وهذا سبب إعطاء الشيطان في الصورة التفاحة التي ترمز للخصوبة. ممكن البعض منكم قد يقول بأن يومير من تعطي التفاح، لذا رجاء أن شاهد هذا الجزء من معرض رسمي لهجوم العمالقة يظهر فيه الشيطان يعطي يومير التفاح. تم تصوير الشيطان في هذه الصورة بقرون، ربما نسبة لهذه الصورة التي تظهر قرون على خودة الملك في مشهد إعطاء يومير الحق في إنجاب الأطفال من الملك. وهكذا يصبح المشهد يوحي بإعطاء يومير نفسها جسديا للملك، بينما التفاحة تعتبر رمزا للخصوبة وأشياء والله استحيت أن أقولها. وقد تلاحظ أيضا أن الشيطان يبدو مبتسما ابتسامة مكر وخب، تماما مثل ابتسامة الملك في الفصل 122، وهذا إشارة لسلب يومير حريتها وتركها عبدة لمدة 2000 سنة. هذه الصورة هي تمثيل لعقد عبودية ينتهي بيومير حبيسة في المصارات مع عذاب 2000 سنة عبدة للسلالة الملكية. وبحديثنا أنه يوجد عقد عبودية، فمن الضروري أن يكون هناك عقدا للحرية. هذا الأمر الذي سيقودنا للكتاب الثاني أو النسخة الأخرى من هذا العقد. بعد هروب الملك فريد من حرب العمالقة العظمى إلى جزيرة البارادايس، دار كتاب بين ممتلكات الملوك يبدو أنه يروي القصة التي رواها الكتاب الذي كان عند والد غريشا، ولكن هذه المرة بشخصيات مختلفة. المرة الأولى التي رأينا فيها هذا الكتاب كان في الموسم الثالث، حينما كانت فريدا تتحدث مع هيستوريا، وهذا هو الكتاب الذي كانت هيستوريا تتعلم منه القراءة. هذه المرة يا أصدقاء نرى فيها يومير مع شيطان آخر، حيث تم استبدال الشيطان الآخر بواحد جديد يشبه تماما إيرين كشكل للمهاجم، ويرتدي رداء مثل رداء إيرين في المصارى. وهذه المرة لم يقدم الشيطان شيئا ليومير، وقد تراه يحمل بيده فانوسا، لكن يومير هي من تقدم لإيرين التفاح، وهذا يناقض الصورة الأخرى. وربما هذه بالأساس ليست يومير، وقد تكون بدرجة كبيرة هيستوريا، وهذا راجع لعدة أسباب. أولها قول فريدا بأن هذه الفتاة تدعى كريستا، وكريستا هي هيستوريا في الموسم الأول. السبب الثاني هو كون التفاحة كما في عقد الشيطان الأول هي رمز للخصوبة والنسل،
فكما جعل الملك ليومير الحق في أن تنجب أطفاله بالمثل سيكون في هذا العقد. أعطت هيستوريا نسلها لإيرين وأرادت أن تنجب منه طفلا كما أظهر الفصل 130، لا من خلال الحوار ولا حتى من وضعية إيرين وهيستوريا التي تشابه وضعية الملك فريز ويومير من العقد الأول. وهكذا سيكون هذا العقد هو عقد الحرية، حيث بدأت القصة بعقد عبودية وتنتهي بعقد حرية. كتاب أول في مارلي يرمز للماضي والعبودية، وكتاب في البارادايس يرمز للمستقبل والحرية. وهكذا ستكون البداية مع الملك فريز ويومير، وستنتهي مع إيرين وهيستوريا. فمن رحم معاناة يولد الأمل، ومن العبودية ستولد الحرية.